تحية لكم من جديد. شهدت مدينة الغردقة فعالية مؤتمر جماهيري حاشد لتحالف الأحزاب تأييدا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي ستنطلق يوم الأحد المقبل. كان تحالف الأحزاب قد نظم عددا من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات، ومن جانبه أشار أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر هاني عبد السميع إلى أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحفيز المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، بالإضافة إلى دعوتهم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم. إن شاء الله احنا كلنا على قلب رجل واحد، لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبذل مجهود العشر سنين اللي عدت، تمام؟ والمجهود اللي هو أبذله موجود على الأرض الواقع بالفعل. جئنا إلى الغردقة لكي نوعي المواطنين في البحر الأحمر عن أهمية كثافة التصويت وما يعكسه هذا التصويت من فوائد محددة وملموسة للمواطن. هذه فوائد اقتصادية وفوائد سياسية. جينا اليوم عشان نؤكد على دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمية الخروج إلى صناديق الانتخاب حتى نثبت للعالم ونبرهن بدليلا عمليا أننا نقف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو السند وخط الدفاع الأول عن مؤسسات الدولة بكامل مفادها. صندوق الانتخابات هو الصندوق اللي هيظهر حقيقة الشعور من المواطن إلى رئيس. صندوق الانتخابات هيتكلم ويقول إن المواطن المصري مرتبط برئيسه لعدة أسباب، استمرار الأمن والأمان، ودي أهم شيء زي ما دايما بنقوله زي ما قلنا في المؤتمر، مزيد من التقدم، الرخاء للمصريين، الحفاظ على الأمن القومي المصري،